أحبائي متابعي موقع الوطن في كل مكان، النهاردة إحنا من شرم الشيخ. معانا مهنة تعتبر إلى حد ما هي مهنة منقرضة، يعني ما فيش منها كتير عندنا. حجاج جه من الأقصر مخصوص لشرم الشيخ عشان ينحت على الصخر، بيعمل لوح من الحجارة. خلينا نتعرف أكتر على حجاج وعلى المنتجات اللي بيعملها حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حجاج من الأقصر من البرنة. أنا بشتغل لوح، تمام. الحجر ده بنجيبه من بعد وادي الملوك بمئة كيلو من على الجمال أو على الحمار لمؤاخذة، تمام. بعد كده بنجيب الورشة عندنا، بنقطعه بنعمله على شيء شكل هيئة لوح كده. بعد كده بنرسمه بالقلم، وبعد كده بننحته بالمعدات اللي زي كده. بعد ما نخلص الشغل ده بيتلون ألوان طبيعية زي كده. على فكرة الألوان دي مش بتتأثر بالمية ولا من الشمس ولا بأي حاجة زي كده. مثلا مش بتطلع خالص الشغل ده. وكل ما بتغسلوها بيزيد جمال. الشغل ده احنا مش دارسين ولا اي حاجة، احنا بس ايه، الشغل ده وراثة، يعني انا ورثه عن ابويا ورثه عن جدي، وان شاء الله ربنا يكرمني وورثه لابني. انا الشغل ده بحبه، عشان كده يعني مش عايزه ينقرض اهو. بعد كده الشغل ده اتحول لمصدر دخل لي انا شخصيا. الشغل ده بتحبه الجنسيات كلها. بعد كده احنا طورنا من نفسينا، كنا الاول بنعمل اشكال فرعونيه بس، لما لقينا في عرب وفي سياح عرب وكده دخلنا الشغل اللي هو الاسلامي زي كده، شغل اسلامي. كل ده شغل نحت، شغل نحت. وفي برضو بيجينا ناس عايزين يكتبوا اساميهم على الشكل كده زي كده مثلا. بيحبوا الخط العربي، اغلبيه السياح عندنا بتيجي عايزه تعمل اسمها بالعربي، يعني كل اللي يجي طب اقول له مثلا اعمله لك بلغتك، يقول لي لا انا عايز، انا في مصر وفي شرم الشيخ انا عايز اكتبه بالعربي. كنا معكم متابعي الوطن في كل مكان من شرم الشيخ.